بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة العالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد، أولئك القوم الذين آمنوا به وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده حتى بلغوا الإسلام وبلغوا رايته عامة ما كان معروفا في ذلك الوقت. وبعد، أولا هنيئا لنا جميعا إدراكنا شهر رمضان المبارك، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الموفقين لأداء حق هذا الشهر المبارك بصيانة صيامه وحسن التعامل مع الله في نهاره وليله بإخلاص العمل واتقاء المحرمات والتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل العبادات مع أداء فرائض العبادات. ثم إن الصيام أحد أركان الإسلام، ففي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الدين الإسلام التي إذا اختل منها ركن اهتز إسلام المرء. أعلى أركان الإسلام شهادة التوحيد وشهادة أن محمدا رسول الله، لا يقبل عمل إلا بتحقيق الشهادتين، لا يقبل عمل إنسان إلا أن يحقق معنى الشهادتين، يشهد أن لا إله إلا الله، أن الله هو إله هذا الكون، خالق هذا الكون، المتكفل بأموره كلها، هو الفعال لما يريد. ولا بد من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب الرسالة، ولا طريق إلى الله جل وعلا من عباده إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يحرص على مراعاة هذه الأمور، ويعلم أن هذا الدين المبنية على أركان خمسة لا بد من أن يؤديها كل من انتهى إليها. إخلاص الشهادتين لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله بأن الله هو المعبود، وأن من صرف شيئا من العبادة لغير الله لم يقبل الله منه عبادته، كما في الحديث القدسي الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء، الذي عن النبي عن الله جل وعلا أن الله يقول: أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإن الله لا يقبل من أحد أن يشارك مع الله مخلوقا آخر، فلا يقبل العمل إلا بأن يكون خالصا لوجه الله، هذا شرط في قبول العمل. وهناك شرط آخر، وهو أن يكون العمل قد شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من ذلك. ومن تعبد إلى الله جل وعلا بعبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تلك العبادة مردودة عليه. للحديث المخرج الصحيح
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل يعمله ابن آدم، يعمله الإنسان المكلف من إنس أو جن، لم يكن شرعه رسول الله لم يصح منه ذلك العمل. الله يقول لمحمد عن محمد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله لرسوله أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. يعني لا وسيلة لمحبة الله للعبد حقيقة إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فليحرص المسلم يا عباد الله ليتقي ربه جل وعلا، ليعتني بتمحيص عقيدته بحيث لا يدخل مع الله أحد في عبادته، ولا يدخل أحدا من الناس في عبادة الله. العبادة الصحيحة أن تكون خالصة لله جل وعلا. هذا الركن الذي هو الشهادتان شرط في جميع الأعمال. لا تقبل صلاة إلا بتحققه، لا تجزئ زكاة إلا بتحقق هذا الركن، لا يجزئ صيام إلا بتحققه، لا يصح حج إلا بتحققه. هذا الركن شرط في جميع الأعمال، أن تكون الأعمال كلها خالصة لوجه الله جل وعلا. فليحرص المسلم يا عباد الله على ذلك، وليتق الله سبحانه وتعالى، ثم ليهتم بتفتيش حاله ونفسه، وينظر هل أخلص لله في العمل. إن وجد أنه مخلص لله في العمل فليثبت على الحق وليتمادى عليه. وإن تبين له خلل في العبادة فليبادر بإصلاح الحال والتوبة مما سبق أن وقع فيه. فإن الأعمال السيئة لا بد من التوبة منها، ومن لم يتب منها لم يحصل على ثمراتها. فاحرص أيها المسلم. ثم إن هذا الشهر المبارك العظيم وصيامه أحد أركان الإسلام، فيه تربية في غاية العلو والكمال، تربي الإنسان تربية كبيرة، لأنه يشرع متمسكا بأدب هذا الركن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فهذه المدة الزمنية المتكررة يوميا كفيلة بإذن الله أن تربي في نفس الإنسان الاعتناء بطاعة الله جل وعلا. فاحرص أيها المسلم واعلم أن الله جل وعلا غفور رحيم، والإنسان قد يذنب ويخطأ ويحصل منه أشياء. إذا لم تكن الشرك بالله فإنها حرية بأن تغفر. لماذا؟ يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما الذي دون ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعنده أبو ذر الغفاري: من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله حقا دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال النبي: وإن زنى وإن سرق. فما صبر أبو ذر رضي الله عنه، قال: وإن زنى وإن سرق. قالها ثانية، فقال النبي: وإن زنى وإن سرق. فلم يصبر أبو ذر رضي الله عنه وأعادها ثالثة وفي لفظ رابعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. لكن الحكمة هو تحقيق الشهادة، إن أذنب تاب
ولا شك أن الزنا من أكبر كبائر الذنوب، ولا شك أن سرقة الأموال من أهلها من أكبر الذنوب، لكن أكبر الذنوب حقا الشرك بالله. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام وقيل له أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أن تأتي بشريك لله وهذا الشريك مخلوق لا يخلق شيئا. فاحرص أيها المسلم وكونوا شهادة أن محمدا رسول الله شرط في صحة الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل وعلا ليتم للناس دينهم، حتى أنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم، فأي دين لم يكن شرعه ليس بدين. قد يستحسن بعض الناس أعمالا ويراها جميلة فيهتم بها، وقد يكون مخلا بغيرها. لا، النبي قال عنها أي عمل يقوم به المكلف ولم يكن شرعه رسول الله فهو مردود عليه، يعني لا يعتبر، لا يعتبر. كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. إن أخلص العمل وتاب إلى الله فالله جل وعلا أرحم الراحمين، وهي يقبل توبة التائب ويعفو عن السيئات ويتجاوز عن الخطايا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما قال وإن زنى وإن سرق، لأن الزنا ذنب كبير، والله جل وعلا قرنه في الشرك كما في سورة الفرقان، قرنه مع الله إلى آخره ولا يزنون. لكنه لما لم يكن الشرك الذنب الأعظم الأكبر الذي جعل صاحبه في شركه جعل من مع الله أحدا غيره، لما كان مجرد معصية وإن كانت كبيرة فهي عرضة لعفو الله جل وعلا. أما من مات على الشرك، والشرك هو أن تعبد مع الله غيره أو أن تستغيث بغيره في الأيام الكرب بمن لا يكون حاضرا معك ولا قادرا على أن يبلغه الخبر، كالذين يستغيثون بالأموات أو يستغيثون بالجن، ولذلك من مات على هذا المعتقد فهو مخلد في نار جهنم. يمكن يقول أن يقول إنسان إنه لا يعلم، لا، العاقل يعلم من هو الذي خلق ويعلم أن المشرك به لا يستطيع أن ينفع نفسه بشيء إلا إذا كان الله أعطاه إياه. فليحرص المسلم، ثم ليهتم المسلم في شهرنا هذا على أن يهتم بصيانته والعناية بذلك بتحري الصواب والإكثار من الالتجاء إلى الله جل وعلا والرغبة إليه وتكرار ذكره ليطمئن قلبه، فإن الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلتحرص أيها المسلم على تزكية عملك وإصلاحه بقدر المستطاع، ثم تكثر من التوبة والاستغفار، فإن الإنسان معرض مهما علم لأنواع من الخطأ، والإنسان لا يدخل الجنة بمجرد العمل، لا يدخلها إلا برحمة الله مع العمل. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلتحرص أيها المسلم على التماس طريق رحمة الله جل وعلا، وأكثر من التوبة والاستغفار. ثم إن الإنسان قد يظن أن التوبة تحتاج إلى أن يعلم أنه أذنب،
النبي يقول كل بني آدم خطاؤون، النبي يقول كل بني آدم خطاؤون، والله يقول في الحديث القدسي حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. فليكثر الإنسان من الاستغفار والتوبة، وليكثر من الاعتذار، وليعلم أنه أيضا إن لم يوفقه الله للتوبة لم يهتدي إليها. يحرص أن يسأل ربه بأن يوفقه ويهديه ويتقبل منه، ويكثر أيضا من الاستغفار، استغفر الله. ويقول الصحابة: كنا ربما عددنا على النبي أكثر من 100 صلى الله عليه وسلم في المجلس يستغفر الله. والنبي أخبر عن هذه الكلمة الاستغفار أنها إذا قيلت بعد كل مجلس، إن كان المجلس مجلس خوض وتخليط، كانت الكلمة استغفر الله كفارة ذلك المجلس، وإن كان المجلس مجلس ذكر واستغفار وتوبة إلى الله وتلاوة قرآن وعمل صالح، كانت التوبة بمنزلة القفل الذي يقفل به على خزائن الموجودات. فليتعاهد المرء نفسه. والله جل وعلا ذكر أثر الاستغفار في القرآن الكريم، ذكر من أثره الشيء العظيم كما في قصة نوح وهو يدعو قومه إلى أن يرجعوا إلى الله ويعبدوه وحده ولا يعبدوا أحدا من الخلق، فقال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ثم ماذا قال؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، يأتيكم الغيث الذي ينبت الله به جل وعلا مكنونات الأرض، يغفر لكم ذنوبكم ويغفر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني إرسالا متتابعا، وكلما تتبع السيل على الأرض بدون إفساد ولا تخريب كلما أخرجت الأرض كنوزها. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. يعني يكثر واحد من الاستغفار، وهذا من أسباب حمل المرأة إذا كانت أهلا لأن تحمل، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذا يأتي به الله للصادقين في الاستغفار المتعاونين مع الآخرين. أما إذا وجد مستغفر ووجد مكابر يعتدي على حقوق الله وحقوق عباده، فإن الله يملي للظالم، لكنه إذا أخذه أخذه فلم يفلته، كما في قوله جل من قائل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فاحرص أيها المسلم، أحسن استقبال هذا الشهر، أحسن صيانة عملك في هذا الشهر من صيام وصلاة الفرائض الخمس وصلاة ما يهديك ويوفقك الله له من صلاة الليل. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع الإمام، يعني في الليل، حتى ينصرف كتب الله له كأنما صلى الليل كله. يصلي الناس قد يصلوا ساعة واحدة من 8 ساعات أو 7 ساعات فيكتب لهم كأنهم صلوا الليل كله، وهذا كسب عظيم وأرباح بينة. فاجتهد يا أخي المسلم في ذلك. أولا اهتم بالصلوات الخمس في أوقاتها، فإنها أحد الأركان التي يقول عنها النبي أنها عمود هذا الدين. إذا اختل العمود اختلت البناية كلها. فاحرص عليه، فاجتهد في كل أمورك، واحرص على تفقد أحوالك،
انظر في يومك عندما تمسي، هل حصل منك انحراف في عمل، في قول، في محادثة آخرين؟ هل أديت عملا ليعجب الناس وجعلت ذلك من أعالي همومك؟ فإن العمل إذا دخله خلل أفسد أكثره أو ربما أفسده جميعا. فتعهد نفسك أيها المسلم وأخلص لله جل وعلا في عملك، واتق الله سبحانه وتعالى. ثم إذا أمسيت وأمكنك أن تتذكر أمورا أخفأت فيها فبادر، إن كانت من حقوق العباد فاحرص على أدائها، وإن كانت من حقوق الله فإنه يكفيك أن تتوب إلى الله وتستغفر الله. حقوق العباد لا تكفي فيها التوبة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رأيت يا رسول الله، إن أنا جاهدت في سبيل الله وقاتلت حتى قتلت، أتكفر عني خطاياي؟ قال النبي: نعم. ثم انصرف الرجل فناداه قال: كيف قلت؟ فأعاد السؤال عليه وقال: أرأيت إن قاتلت، إن جاهدت في سبيل الله فقاتلت حتى قتلت، تكفر مني عني خطاياي؟ قال: نعم إلا الدين، نعم إلا الدين، فإنه أخبرني به جبريل آنفا. يعني أن حقوق العباد لا تكفي التوبة للتخلص منها. لكن إن كان للعبد أعمال كثيرة صالحة وعليه جناح وصارت أعماله كثيرة فيها خير كثير، ربما غفرها الله جل وعلا إكراما له وتسهيلا عليه في أموره، ويرضي الله أهل الحقوق من عنده هو جل وعلا. فاحرص على أن تكون متبرئا من حقوق الآخرين. ما حصل منك فبادر بالخلاص منه، وما فكرت فيه فاصرف نفسك عنه، اجتهد. تجنب الغش. أحد الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبيع الطعام، فمر به النبي فأدخل النبي يده في طعامه فخرجت يده وفيها بلل، قال: ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هل لا جعلته فوق يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فاحرص على تجنب الغش واجتهد في أمورك كلها، ثم اعتني بهذه الشهادة، تفكر فيها. هل تدخل أحدا في مدلولها، في رزق، في إغاثة، في تبرك، في غير ذلك؟ فأخلص أمورها كلها، واعلم أن الأمر كله لله، وأنه جل وعلا الفعال لما يريد، وأنه الذي لا أحد يستطيع أن يضر أحدا من الخلق إلا إذا كان قضاه الله. فأحرص على اتباع طاعة الله، وأحرص على إخلاص العمل، ثم أنظر إلى متابعتك لمحمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن رحمة الله بنا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حفظ أمرها، من علمت الصلاة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. تحدث الصحابة وأمهات المؤمنين عن صلوات النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي غزوه وفي أسفاره وفي كل أموره، وبينوا كيفية الصلاة، ومع ذلك علم بلسانه صلى الله عليه وسلم، كما في قصة الرجل الذي يسمى المسيء بصلاته. رجل دخل المسجد والنبي جالس فيه ومعه أصحابه، فصلى ركعتين ثم أتى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام،
ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع النبي الرجل وصلى كالصلاة الأولى، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فقال له صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى صلى ذلك الرجل 3 مرات وكلها يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما قال له الثالثة قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يعني تعاهد إحسان وقوفك في الفاتحة وما يتيسر معها، وأيضا تعاهد نفسك في الركوع، وقد وصف لنا ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه أصحابه وأمهات المؤمنين لأنه يمد ظهره لا يحنب الظهر ولا يهسره ولا يرفع الرأس ولا يدليه، وإنما يتركه ممتدا. تقول عائشة حتى لو وضع إناء فيه ماء ما خشي عليه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم ارفع، كان يرفع رأسه ويقول ربنا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وهو واقف ويوليها ما يشاء من الأذكار، ثم يسجد. فلا يتحرك الصحابة للسجود حتى يصلهم إلى الأرض ساجدا، ثم يسجد. كان في ركوعه يجافي عضديه عن جنبيه، وكذلك في السجود، فإذا سجد ورفع جلس حتى يطمئن جالسا بين السجدتين، ثم يسجد السجدة الثانية كالسجدة التي قبلها، ثم يرفع ويؤدي الركوع كما سبق. فالإنسان عليه أن يعتني بمعرفة أداء الصلوات الخمس التي كان يؤديها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله رسالاته، وهو الذي بلغ أمته كيف يصلون، كيف يذكرون الله، كيف يحجون، كيف يصومون. والله بين الصيام بيانا مجملا وفصله النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل. فليحرص المسلم على أن يتعرف على أمور دينه، بماذا؟ إن كان يطلب العلم أو طالب علم فليحرص على قراءة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن من أهل العلم ولا تهيأ لطلبه فليسأل أهل الذكر، ليسأل العلماء. وكلما أشكل عليه أمر من أمور دينه يسألهم عنه سؤال الراغب في المعرفة الحريص على أن يتقن العمل عن طريق معرفة كيفية أداء ذلك العمل. فاحرص أيها المسلم. ثم فيما يتعلق بصيامنا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الإنسان قد يصوم ولا يدرك فضيلة الصيام إن كان صاح في غير نوم، صار يخوض في أمور في خصام ولجاج أو في غيبة ونميمة أو في لعن وغير ذلك. ينبغي للصائم أن يذكر بقدر مستطاعه في نفسه أهمية هذا الصيام،
النبي يقول لا يكن يوم صوم أحدكم ويوم فطره سوى. ويقول إن سابه أحد أو خاصمه يعني هو صائم فلا يجاريه بل ليقول له إني صائم إني صائم، يعني ومن شأن الصائم ألا يشارك الناس في الخوض فيما لا يعني أو الجرأة على تخطي الحدود. فاحرص أيها المسلم. والنبي ذكر أن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الله ما له حاجة بأن يدع الإنسان طعامه وشرابه ويسرح ويمرح في خوض بما لا يجدي وغيبة ونميمة وأقوال زور. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا ما يتعلق بذلك في كبائر الذنوب، قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان جالسا فترك الجلوس المريح ثم انتصب فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. يقول الصحابة فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم. فقول الزور أمر خطير قد يجر المرأة إلى أن يقع في أمور لا يفكر أنه يقع فيها لولا غضب النفس واستشراء الشيطان. فاجتهد أيها المسلم في صيامك، عند ابتداء صيامك اقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فرق ما بين صيامنا وصيامتي وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، ودعا للسحور وقال تعالى إلى السحور إلى الغداء المبارك. فينبغي للإنسان مهما كان غير مشتاق للطعام أن يوطن نفسه على أن هذا الوقت ينبغي أن يكون متصلا بالتناول الشيء وإن قل ولو تمرات أو غير ذلك، ليحرص عليه وليتعاهد ثم ليتذكر ثناء الله جل وعلا على المستغفرين بالأسحار، فليكثر في الأسحار استغفار الله ويكرر ذلك واجتهد فيه، ينمي في نفسه أن الأعمال الصالحة مهما كثرت إذا لم تكن معاني أشهد أن لا إله إلا الله لأنه هو الإله الخالق الرازق المتكفل بالأمور كلها، إذا لم يتوفر على الإنسان الإيمان بذلك حقيقة لم تنفعه تلك الأعمال مهما كثرت. يمكن أن يبني المصحات ويتصدق بالمئات الآلاف من النقود وغير ذلك والأطعمة وإلى آخره، لا بد من إخلاص القاعدة الأولى وهي التوحيد لله رب العالمين. فليفتش الواحد نفسه، وإذا أشكل عليه أمر منها فليرجع إلى أهل العلم. النبي يقول صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل كلما هلك نبي بعث الله فيهم نبي يعلمهم ويقودهم ويسوقهم إلى العمل بالتوراة، وإنه لا نبي بعدي يقول صلى الله عليه وسلم، وإنما العلماء ورثة الأنبياء. والمقصود بالعلماء العلماء الصالحين المتمسكين بالعلم أدبا وعملا واحتراما، الحريصين على الاقتداء برسول الله بصدق، الذين لا يجعلون شيئا يقاوم قول الله أو قول رسوله، لأنه لا اجتهاد مع وجود نص قرآني أو نص من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فليحرص المسلم وليجعل دائما وأبدا أن قدوته في أموره
الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أن قدوته في أموره كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي حج مرة واحدة بالناس فقال لهم إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فلتأخذوا عني دينكم، يعني لتعرفوا كيف تحجون، كيف تطوفون، كيف تسعون، كيف تقفون في عرفات، كيف تقفون في المزدلفة، كيف تتقدموا منها إلى آخر تلك المراحل. ما جاءت بمعرفة من الناس فقط، وإنما جاءت بالمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من المسلم أن يعتني بأنه لا مجال لأن يصل إلى مرضات الله إلا بصدق متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء ليس من حقهم أن يشرعوا شيئا، وإنما عليهم أن يبينوا ما يعرفونه مما قاله الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. لا مجال لتشريع أحد. لما أتم الله الدين أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عرفة في يوم الجمعة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام لا دين في على وجه الأرض سواه. الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول إن الدين عند الله الإسلام، يعني ما في أديان، لا يوجد أديان على وجه الأرض معتبرة سوى دين الإسلام. والنبي أخبر قال ما من يهودي ولا نصراني يموت ما آمن بي إلا دخل الجنة وإن زعم أنه يتبع التوراة أو الإنجيل. فدين الإسلام هو الأساس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يهودي ولا نصراني يموت ولا آمن بي إلا دخل النار، يقول إني زليت قلت دخل الجنة. الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، ولا يتحقق الإيمان إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. لو شهد أحد أنه لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم يصدق بشهادته، لأن الله أرسل محمد هو الذي أرسله، فإذا لم يشهد برسالته فقد كذب بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وإن لم يعبد غيره. من اليهود من لا يعبد إلا الله لكنه لم يؤمن برسول الله، ولذلك لا ينفعه إيمانه. فاحرص أيها المسلم على حسن أداء عملك. ثم أكرر باختصار حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخرج من الصحيحين، كل معلم ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى مئة إلى سبعمائة ضعف. قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدعو المرء الصوم طعامه وشرابه من أجلي إلى آخره. وفي ألف لفظ آخر أن الصوم لا يعرف ولا يعرف أحد مقدار مضاعفة العمل فيه. كيف يكون بإحسانه؟ وأشرت إلى أنك ما دام علمت أن العمل هذا اختص به الكريم الأكرم جل وعلا وعطاؤه على قدر كرمه، فاجتهد في إحسان أداء هذا الصوم. ابدأ به باتباع السنة واحفظه بحفظه وصيانته عن جميع المغيرات، من غيبة ونميمة، من كذب وخيانة، من ومن. وما أكثر ما تدخل الأعمال على السيئة على الأعمال الصالحة ثم تسعى في إفسادها. فاحرص أيها المسلم، وإذا حصل منك ولا بد أن يحصل، لأن الله يقول كل بني آدم خطاؤون، يقول النبي كل بني آدم خطاؤون، والله يقول في حديث أبي ذر الذي قال له فيه النبي صلى الله عليه وسلم
إن الله قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. في هذا الحديث يقول يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي من الله بها على عباده، ذكرها نبيهم صلى الله عليه وسلم. وفيه قول الله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. الله غني عن عباداتنا ولا تضره معاصينا، لكن معاصينا تضرنا وإحساننا العبادة ينفعنا، فليحرص المسلم على تقوى ربه جل وعلا. كثيرا ما يقول الناس يجتهدون في أمور يستحسنونها. لا تستحسن شيئا إلا إذا ثبت عندك أن النبي أمر به أو استحسنه، وإلا فقد أكمل الله لنا الدين فلم نحتج إلى زيادات، وأعطانا من الدين ما يكفينا لأن نصل إلى غاية السرور والاغتباط إن أحسننا العمل به ورعايته. فاجتهد أيها المسلم في هذا الصيام. أكرر الفرحة، النبي أخبر أن للصائم فرحتان عند فطره ويوم لقاء ربه. كل واحد إذا حان وقت الإفطار يتطلع لأن يتناول ما يمكن أن يتناوله من شراب أو مأكل ونحو ذلك، فهو طبيعي يفرح بذلك. ولكن الفرحة الأخرى التي لا يدري عن كنهها إلا الله عندما يلقى ربه. للصيام أثر كبير، حتى إن الله جعل بابا في الجنة لا يدخل منه إلا الصائمون، وهو اسمه باب الريان. وذكر النبي عددا من الأبواب: الصدقة، باب الصدقة، باب الصلاة، باب كذا، باب كذا. وأبو بكر حاضر قال يا رسول الله ما على أحد من حرج أن يدعى من كل الأبواب من هذه الأبواب جميعها، وهل أحد يمكن أن يدعى منها جميعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم، يعني أن تكون ممن يدعى. لأن النبي ذكر أن الصدقة لها باب، وسأل النبي في ذلك المجلس من تبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق لهم بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. قال من فعل كذا؟ قال أبو بكر أنا. فعد عددا. فقال النبي ما اجتمع هذه الشخص إلا دخل الجنة. اللهم استعان. لا أستمر التكرار، وإن شاء الله إن بقينا أحيا يأتي إن شاء الله تكرار لشيء من العمل، وسأتكلم بإذن الله تعالى على فيما يتعلق بأركان هذا الدين. ولا نستغرب أمر التوحيد وإخلاص العمل، فإن الله قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الضلال كثير في أكثر الدنيا، لكن على المسلم أن يجتهد بقدر المستطاع، يصلح نفسه ثم يسعى في إصلاح من حوله ثم يحرص على نشر الإصلاح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعوه دون أن ينقص من أجورهم شيء. يعني لو اهتدى على يدك 100 رجل أو 100 نفس إنسان وأخلصوا لله في العمل وأكثروا العمل الصالح كان لك من الأجر مثل أعمالهم، لكن دون أن تنتقص. ومن رحمة الله أيضا، بل ومن عقوبة الله، أن من دعا إلى شر وباطل وتبع على فساده وشره وباطله كان عليه مثل آثام من اتبعوه بذلك. فالمسلم ينبغي أن يكون حريصا على نفع الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب يوم غزوة خيبر عندما أخبر النبي أنه سوف يعطي الراية، راية الجهاد،
غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يتطلعون لهذا. فلما أصبح قال النبي أين علي بن أبي طالب؟ قالوا إنه يشتكي عينيه ما يستطيع. قال اطلبوه. فجاء به فبصق النبي في عينه أو في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يصب بشيء. ثم أعطاه الراية وقال اذهب ولا تنصرف إلى آخره. قال علي ماذا نفعل؟ باختصار لا أحب أطيل هوى إلا فهو في الصحيحين. قال واعلم أنه لو اهتدى لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كانت الإبل الحمر أنفس أموال العرب. فأخبره النبي أن هداية واحد على يديك أربح لك في تجارك من أن تملك أفضل الأموال. فليجتهد المسلم يا عباد الله في أن يصل بقدرته وحسب استطاعته إلى هداية أحد من الناس، وليكن وهو يريد أن يعظ أحدا أو يعلمه يستعمل معه الرفق. فالنبي أخبر أن الرفق ما دخل في شيء إلا زانة، وقال إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فليجتهد في ذلك وليحرص، وإن كان من أهل العلم فليتصف بالحكمة والأناة والرفقة وشكر الله الذي من عليه بما من. والله قال النبي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويأمره جل وعلا ويقول أدعو إلى سبيل ربك. بماذا؟ بالحكمة. لا تعنف ولا تغلط، وإذا رأيت من ترى على خطأ لا توبخه تقول يا جاهل يا لا لا ارفق به وأشعره بأنك الطبيب المداوي والرفيق المنعش. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فحرص على ذلك. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا في ما بقي لنا من الأيام والليالي من هذا الشهر وما بقي لنا في أعمارنا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمنحنا التوفيق لإخلاص العمل لوجهه وإحسان العمل في أدائه والحرص على صدق الاقتداء برسول الهدى صلى الله عليه وسلم. كما أسأله جل وعلا بأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين وأن يحمي حوزة الدين وأن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. كما أسأله جل وعلا أن يفرج كربات المكروبين من المسلمين في كل مكان، في الشام وفي مصر وفي كل بقاع الأرض التي دخل فيها ما دخل والتي يهددها ما يهددها. أسأل الله أن يكشف عنهم كل ضر وأن يعاجلهم بالفرج العظيم والفوز بالهداية والصلاح، وأن يعاجل أهل الشام أيضا بالخروج من هذه البلية والمحنة والمحنة التي تقع عليهم من يخالفهم في كل شيء في عقيدته ودينه. تلك الطائفة النصيرية وهي فرقة باطنية من الفرق الباطنية التي يقول عنها العلماء ظاهرهم الرفض، يعني يتظاهرون بأنهم يوالون على البيت، وباطنهم الكفر المحض. وتتميز النصيرية بأنهم يرون أن علي بن أبي طالب هو الله وأنه الذي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي خلق سلمان الفارسي. فانظروا أيضا فكروا في عقول هؤلاء. علي من كانه من أبناء النبي صغير السن، فرق كبير بينهم بالسنين. النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان الفارسي سنين، سلمان أكبر مواجب كثير. الله هو الخلاق. فيقولون علي خلق محمد ومحمد خلق سلمان وسلمون سلمان الباب.
هذه العقول الفاسدة كيف تسوس وتجول وتنعل في خلق. فنسأل الله جل وعلا أن يعاجل المظلومين بالفرج من جهتين، من جهة التوبة إلى الله جل وعلا وإخلاص التوحيد له، والبعد عما يسمى بوحدة الوجود، ولها شؤون وأمور في سوريا وفي غيرها. ومن يسمى بالصوفية محي الدين بن عربي هذا من أصحاب وحدة الوجود، الذي يتكلم الناس به كلاما شديدا فظيعا فظيعا. أقل أموره أنه لا يرى فرجا محرما، إلى غير ذلك من أنواع الكفر، ومع ذلك له مكانته. فنسأل الله أن يعجل أولئك بأن يسحق نفوذ تلك الطائفة عجل غير آجل، وأن يسحق نفوذ من يغذونهم من الصفويين وفراخهم كحزب لبنان النجس، وكل من يصانعهم على ما هم عليه من المنكر، والدول الكبرى التي تدعم هذه الطائفة النجسة بما تدعم. نسأل الله أن يرينا فيهم جميعا عجائب قدرته، كما نسأله جل وعلا أن يعاجل أهل اليمن بالخروج من هذه المحنة التي صدر أساسها وما يغذيها وما ينعشها ويعلي قدرها الصفويون من إيران، وهم من يسمون الرافضة الموجودين في اليمن الحوثيون. كلمة حوثي من حوثة إلى بلد، لكنهم يعتنقون المذهب الاثني عشري، وهم كانوا فرقة قليلة لا قيمة لها في السابق بالزيدية. والزيدية ما سموا يا الرافضة رافضة إلا لما رفضوا زيد ابن علي ابن الحسين، قالوا له تبرى من أبي بكر وعمر، قال لا أتولاهما. فلما رفض قالوا نرفضك فسموا رافضة بذلك. فنسأل الله أن يرينا في أعداء الله عجائب قدرته، وأن يبارك لنا في دولتنا ويهديهم سواء السبيل، ويوفق ولي أمرنا ومن يعينه ومن يعمل معه للتمسك بكتاب الله وسنة نبيه، وأن يعاجل الجميع بالخير والبركة، ويديم علينا الأمن والأمان، وأن ينشر الأمان في بلاد الإسلام في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.